هنا عندي هاي ايش قد صارت؟ 9 تسعة كيلو قلت له بالمتر زين هسه راح اقسمها شرطي لا اوكي؟ نعم هي نفسها وقاعد طبقت عليها حصلت هسه العنوان 9 كيلو نيوتن ليش تلعب؟ موجب يعني موجب اصل 18 لو طالع سالب 18 شو خليتها لسه تمام وقلنا الحمل اللي يحدد الاشاره مالت الاتجاه فاذا اني بما انه طلع لي بلس فيكون اتجاهها للاعلى تمام هسه الجزء الثاني الجزء الثاني الشير بنقطة دي بيساوي الشير نقطة سي زائد الاريا اوف لودينج اريا اوف لودينج بتوين دي اند سي هسه الشير بنقطة دي صفر الشير بنقطة سي سالب اثنين سالب تمام؟ تمام سالب هسه نجي هذا يا درجة ثانية ممكن يا بسر فهنا درجة أولى أولى درجة أولى هاي هلا والله فيها شوية درجة أولى خط مستقيم أوكي خط مستقيم بس بقى هذا الخط المستقيم الاحتمالات مالته هي كالآتي إما هذا هيج تمام أو مو عليكم ولا تمام راح نجي للقاعدة اللي اشتغلناها برسم الكيرفات قاعدة برسم الكيرفات قلنا هذا الحمل شلون التصرف مالته رسمنا له كيرف مو هسه هذا الكيرف تناقص تناقص بس قفلي خلي مو هاي عندك هنا مو؟ نعم هاي انا ارسمك اياها انت شوي يصير لك واضحه عندك هذا كونستنت وهذا وهذا هذا متناقص هذا متزايد بالسالب مو؟ بالسالب هسه يوم منو؟ متناقص بالسالب هذا متزايد بالسالب متزايد 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 بالسالب ها؟ مالك شنو بعد؟ دا اخذ الصفه مال الكيرف هذا الكيرف وخليت لك هنا الاوريجن هاي خليت الاوريجن فهذا الكيرف شنو الصفه مالته؟ متزايد بالسالب الصفه مالته اخذت مو القيم مالته انتبه لي هنا دا اشوف هذا الكيرف شنو الصفه مالته؟ حتى اخذ اللودنج على اساس متزايد بالسالب مو؟ الصفه مالته متزايد بالسالب؟ معناتها شنو الحمل؟ متزايد بالسالب لان هو هاي الصفه جبناها منين؟ من التصرف الفوقة من التصرف الفوقة متزايد بالسالب ورسمنا الكيرف متزايد بالسالب فهذه هم معناتين نجي ابا هذا الكيرف شنو؟ متزايد بالسالب متزايد بالسالب فانا توقعت الاحمال متزايد بالسالب هسه هذا مو موضوع لان حتى يكون متزايد بالسالب لازم هيك يصير ولينيا على مود درجه اولى فراح يرسم بهذا الشكل زين هذا اسمه متزايد هذا بس بعد ما حددت بالسالب مو بالسالب شو راح اقلل الاتجاه؟ بالاسفل واضح لنا؟ نعم واضح بس انا عندي الان قيمتها ما لقيتها ما طلعنا بس مجرد ارسم عندي المسافه لقيت هذا الشير متزايد الكيرف مالته متزايد بالسالب كيرف متزايد بالسالب فمعناتها عندي احمال متزايده بالسالب نعم درجه ثانيه درجه اولى هسه نجي بما انه مثلث نصف القاعده نصف القاعده ايش قد؟ اثنين
الارتفاع واي هاي ويا هاي واي سالب واي هاي اوكي اوكي نفس القواعد اللي انت تطبقها هنا استخدام هاي المقادير اذا هسه لقيت اللوجي ناخذ سميشن اوف واي ايكوال زيرو راح يطلع لي الرياكشن بالاي الرياكشن بالاي راح يطلع بالدي قومت بالاي راح يطلع قومت بالاي 8 9 هذا قومت بالاي 8.67 ونجي نشتغل بعد هنا الرياكشن هماتين هذا الرياكشن ايش قد يطلع نحسب 9 × 2 = 18 لنفرض هذا للعلم خلينا نحسبه زائد 9 × 2 = نصف الاثنين 8 فالآر ايش قد يطلع هنا الآر سالب 8 زائد 18 سالب 10 كان يمكن صحيح سالب 10 مضبوط هذا اللودينج مالته صحيح تيجنا به الرياكشن طلع سالب 10 وهذا الرياكشن سالب 10 تمام هسه الكونستريتد مومنت هم ماتين طلع سميشن مومنت بالاي يكون 0 راح يصير 9 × 2 × 1 هذا سالب اذا تريد تخلي تيار مجبري فراح يطلع اكثر نصف القاعده في الارتفاع في هاي المسافه اللي هي 2 + 2 = 2 ماشي متان ولازم يطلع موجب 10 حتى يصفر لا ما انا شرط انا هسه فرضت للعلاقه طلع لي سالب معناتها هي الاسفل سالب 10 هاي الاسفل سالب 10 اي هو هذا قصدي يعني اللي اسفل لازم يصير اللي اسفل وان تتخلى للعلاقه طلع لي سالب فقلبتها للاسفل هاي هي الاسفل تمام زين المومنت لما تنطلع سميشن مومنت يكون 0 فراح يطلع لك 8.67 هسه لما تجي تحسب ال بين المومنت دايجرام تجي تحسب المومنت بالبي تساوي لنا المومنت بالاي زائد الاريا شير بين اي بي فيقطع المومنت بالبي يساوي المومنت بالاي زائد مساحة اوف شير نصف 1.11 في سالب 10 راح يطلع عندك جيت سالب 14.3 كيلو نيوتن متر فإذا عندي سالب صار عندي سالب هنا طبعا سالب بالمناسبة هاي سالب هاي هي الاتجاه فإذا هو سالب 8 فهنا عندي خلي شوي ارفع الخط لأن الرسم كله راح يصير بالسالب هذا المومنت بالاي المومنت بالبي سالب 14 زين هسه هذا ايش بيه شير من السالب 10 للصفر متناقص بالسالب متناقص بالسالب مو صح؟
هذا مو متناقص بالسالب؟ متناقص بالسالب. زين هسه مومنت بال سي مومنت بال بي زاد من ال بي سي كويس سالب 14.2 3 زائد هاي المساحه نصف القاعده في الارتفاع هاي ما تبقى من الاثنين يعني فوليوم 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص في الارتفاع 8 مو صحيح؟ نعم راح يطلع عندنا جديد سالب 10.9 في النيوتن متر هاي سالب 10 يعني تقريبا ديناتي نعم هذا متزايد بموجب هذا متزايد بموجب نعم تمام متزايد بموجب وصلنا لهنا هسه المومنت بالدي المومنت بالسي زاد للعيال دي سالب 10 زائد هاي المساحة تنطبق عليها القاعدة مالتي مو اللي هي A2 راح يصير NBH يعني 2 NBH البي كلها 2 الH 8 2 زائد 1 مو صح؟ نعم يطلع عندك هنا المومنت صفر طبعا انتبه لي هنا درجة أولى هنا لازم نشوفهم درجة ثانية هنا درجة ثانية لازم درجة ثانية لا درجة ثالثة هذا الشير متناقص بالموجب متناقص بالموجب راح من 8 للصفر متناقص بالموجب فحتى نرسم متناقص بالموجب هذا متناقص بالموجب اوكي؟ نعم تمام الرسم عندي المومنت وهو هذا الشير اصلا موجود وهذا بيني اللوذي مالته. هنا أنا من هي المحاضرة.